يا كريم. نعم، مساء الخير يا استاذ منى. كريم، كمان كلنا اتفاجئنا من ساعة ونص تقريبا لما عرفنا انه لا، يعني الامور مش هادئة في المحلة. ايه اللي حصل؟ كان في مؤتمر تقريبا من الساعة 5 المغرب في ميدان الشوان، وده ميدان مجاور لاسم تاني المحلة. وبمجرد انتهاء المؤتمر، عدد كبير جدا من المتظاهرين او المتواجدين من شباب 6 ابريل والحركات الثوريه المتضامنه معاهم والاحزاب السياسيه اللي كانت متواجده، وعدد كبير جدا كمان من شباب المحله كانوا متواجدين. في عدد من الاطفال تقريبا بيقدر بعشرات دخلوا اسم ثاني المحله وضربوا عليه قنابل مولوتوف وضربوا عليه حجاره، الامر اللي خلى قوات الامن ترد عليهم بقنابل مسيله للدموع. لا معلش، مره ثانيه يا كريم، عايز استوضح منك اللي انت بتقوله ده. ده له علاقه بالفعاليات المعلنه ليوم 6 ابريل ولا لا؟ يعني ده حاجه فجائيه حصلت؟ لا، حركة 6 ابريل اعلنت عن فعاليتين فقط. الفعالية الاولى كانت هتبقى مسيرة، وبالفعل تمت من ميدان الشوان ولفت بمنطقة 7 بنات ورجعت تاني ميدان الشوان عشان يبقى في المؤتمر اللي تم الاعلان عنه بحضور عدد من النشطاء السياسيين زي الاستاذ كمال ابو عيطة والاستاذ خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد اخر من النشطاء السياسيين اللي جم من القاهرة للتضامن مع حركة 6 ابريل، واللي كمان عدد كبير جدا من شباب 6 ابريل جم تقريبا الساعه 8 مساء وحاملين كفنهم على ايديهم وجايين بيقولوا ان زي ما كان ممكن يكون ده مصيرنا في 2008، جايين النهارده وبنعلن ان احنا مستمرين في عملنا الثوري مره ثانيه من هنا. طيب، من المحل انت كنت بتتكلم وبتقول ان الفعاليات المعلنه تمت كما زي ما كان تم الاعلان عنها مسبقا، الاحداث دي بالنسبه لكل المتابعين او اللي في المحله فجائيه، يعني ما كانش لها تمهيد على الاقل. لا، ما كانش لها تمهيد حتى قوات الامن نفسها. يعني انا واحنا جايين في الصباح كان في عدد من اللقطات احنا صورناها لسيارات الامن المركزي وسيارات المدرعه اللي جايه من عدد من المناطق الثانيه في طريقها للمحله، لكن ما جاتش على الاطلاق ناحيه اسم تاني المحله الكبرى، لكن راحت في منطقه اخرى. وبعدها بمجرد ما تم الاعتداء على اسم تاني المحله، تم استدعاء عدد من قوات سيارات المدرعات يعني عشان يتم التصدي للمتظاهرين. حتى اللحظه دي في تم الدفع بسيارتين مدرعتين عشان يقدروا يفرقوا المتظاهرين في اكبر قدر ممكن من الاماكن بعيدا عن الاسم. طب الوضع دلوقتي اوصفوا لي يا كريم بدقه، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هل الامور تهدأ ولا على نفس الوتيره ولا بتتصاعد؟ الامور هاديه من حيث عدم ضرب قنابل المسيله للدموع على المتظاهرين، يعني في حاله ممكن نقول حاله هدنه، لانه في تواجد المدرعتين اللي لسه جايين حالا، دول جايين عشان يأمنوا بشكل اكبر المنطقه الثانيه البعيده عن الاسم، لان هو شارع رايح وجاي يعني ناحيتين، فالسيارات المدرعه جايه الناحيه الثانيه عشان المتظاهرين ما يرجعوش ثاني عند الاسم. المتظاهرين بعد تقريبا حوالي 100 متر عن الاسم، عدد من قوات الامن المركزي لازالت متواجده، من حين لاخر بيروحوا في الشوارع الجانبيه بحيث ان هم يضربوا قنابل مسيله للدموع على المتظاهرين المتواجدين وبيرجعوا مره ثانيه لتمركزهم قدام الاسم. طيب، عايز اسالك سؤال ملوش علاقه باللحظه دي يا كريم، له علاقه باحداث اليوم. انت في المحله من الصبح والكل عارف ان في فعاليات النهارده، الى اي مدى هتبقى كبيره او صغيره ما كناش متاكدين. في المحله هل كان في نوع من المعرفه او التوقع او على الاقل التفاعل مع موضوع ذكرى 6 ابريل ولا لا؟ ده كان حاجه تخص الناشطين السياسيين هم اكتر اللي كانوا مهتمين بيها. لا، يعني كان في عدد كبير جدا من المواطنين متواجدين في المؤتمر الصحفي، حتى في المسيرات كان في عدد من السيدات ما بينتموش لاي تيار او تحديدا حركه 6 ابريل، ولفوا معاهم في المسيره اللي استغرقت تقريبا حوالي ساعه ونص، وبعد كده رجعوا على المؤتمر. المؤتمر كان بيتواجد فيه اعداد كبيره جدا، مش بس اعضاء حركه 6 ابريل من المحله، لا كمان من طنطا ومن المنوفيه و
انضمنهم مؤخرا من القاهرة. طيب كريم الشيخ هنفضل معاك، هنتابع معاك متابعة الوضع، شكرا جزيلا ليك مؤقتا على الأقل.